الاجتماع السنوي لتنسيق وتأطير الموسم الشتوي 2021-2022 تميز بالتأكيد على ضرورة وضع استراتيجية ملائمة في مجال تدبير الموارد البشرية والوسائل اللوجستيكية واستدامة حركة النقل الطرقي خصوصا أثناء هذا الموسم. هذا اللقاء فرصة كذلك للعمل على تقوية التنسيق بين مصالح الوزارة وكذلك العمل على تطوير هذه الآليات التي سيتم تابعتها لمواجهة هذه التساقطات المستقبلية، وفي نفس الوقت كذلك التدخلات التي ينبغي أن يتم القيام بها لمواكبة ودعم المواطنات والمواطنين في هذه الظروف المستقبلية. وتم استعراض التدابير المتخذة من أجل التخفيف من وقع الظواهر الطبيعية على المواطنين وتأمين نجاعة الشبكة الطرقية. الوقوف على الإكراهات التي تعوق نجاعة العمل، تدخل المديريات الإقليمية، والهدف الثاني الرئيسي هو اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لتسريع فتح وخفة فتح الطرق أمام حركة السير، وكذلك الهدف الثالث والأخير الرئيسي وهو حد جميع المتدخلين على تحقيق أهداف مسطرة للموسم الشتوي 2021-2022. وتم خلال هذا الاجتماع تقديم حصيلة إجمالية للمواسم السابقة من أجل الوقوف على نقاط القوة والتحسينات المطلوبة على مستوى تدبير الحركة على الطرق. وتم كذلك استعراض العمليات المتخذة من أجل توفير شروط حركة طرقية سلسة وتثمين الموارد البشرية العاملة في هذا المجال.